طيب إذا كانت القيمة المحورية أو القاعدة المحورية التي انطلقنا منها في مشروعية العمل الجماعي والتنظيمات الإسلامية وكذا هي قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، السؤال هو هل الواجبات واحدة ولا متعددة؟ متعددة. هذه الواجبات متعددة. لما تكون عندنا واجبات متعددة هل من الضروري أن تكون نفس هذه المجموعة تؤدي كل هذه الواجبات؟ لا، ليس شرطا. ليس شرطا. يعني ممكن نقول من الطبيعي أن تكون عندنا أكثر من مجموعة مختلفة في أنظمتها وإمكانياتها بحسب نوعية الواجب الذي تقوم به. فالعمل الخيري واجب تقوم به مجموعة، هذه المجموعة ليس شرط أن تكون منضوية تحت مجموعة ثانية. البلد الذي يتعرض للاحتلال من الواجب أن نقاوم هذا الاحتلال، كم نحتاج في هذه المنطقة، في هذا الهدف، في هذه المجموعة، في هذا الظرف، كم نحتاج؟ طيب لو أنه هذه الجماعة لم تتمكن أو هذه المجموعة المسلحة المجاهدة لم تتمكن من استيعاب الناس نظرا لأمور كثيرة، أنتم تعلمون قضايا الثقة وقضايا المعرفة وقضايا التواصل وقضايا القدرات المادية يعني الجغرافية، يعني أشياء كثيرة حتى القدرات العقلية، لا تستطيع هذه الجماعة أنه تستوعب كل الناس. هل يجوز أن تقول كل شخص يدخل معي هو على الحق وكل شخص يخرج عني هو على الباطل وتمنع نشوء جماعات ثانية؟ لا، لأنه بالأخير نحن هدفنا ليس تقوية الجماعة أو ليس هدفنا أصلا وجود الجماعة، هدفنا إخراج المحتل. فإذا كان الدفع باتجاه إخراج المحتل يكون من خلال تعدد الجماعات وفتح مجالات للكل للطاقات أن تسير بهذا الاتجاه فهذا يكون واجب. إذا تمكننا من جمع الناس كلهم في إطار واحد يمكن يكون هذا أفضل، لكن إذا لم نتمكن، يعني أنت بإطارك الأديولوجي أو الفكري أو الإداري أو الخبرة السياسية عندك لم تتمكن إلا بإقناع 1% من المسلمين، طيب 99% من المسلمين ماذا يفعلون؟ هل يسكتون أو لهم الحق أن يشكلوا مجموعة أخرى للقيام بما يرونه هم واجب شرعي عليهم؟